خلال الدوريات التي تقوم بها قوات حراسة الغابات وحماية البيئة بولاية سلامات شملت كافة محافظات الولاية، تم القبض على بعض المواطنين بمركز مراية التابعة لمحافظة بحر آزوم وهم متلبسون بجرائم قطع كمية هائلة من الأشجار وحرقها. لذا قام حاكم الولاية عبد الله إبراهيم صيام برفقة عدد من القادة العسكريين والإداريين بزيارة لموقع الحدث ليطلع بنفسه عن حجم الأفعال السيئة التي يقوم بها بعض المواطنين بشأنها تضلل البيئة، مؤكدا في الوقت ذاته بأن المتهمين سيحالون للقضاء ليأخذ القانون مجراه. زي ما تشوفوا الشجر ده الناس قاتوه هم كانوا يقولوا يسوي زراعة ما بطريقة زي ده عند بروسيدير ادمنستراتيف هم قاتوه أكثر من 42 هكتار ما عندهم أي أوتوريزاسيون تربينا نظر ده ما ممنوع ما إتاب ده ما سويفر ده يجي ممنوع. كما شكر صيام رجال حراسة الغابات وحماية البيئة على جهودهم المبذولة تجاه حماية البيئة مقدما إياهم بعض التوجيهات والتعليمات التي تسهم في نضال حكومة البلاد الساعية دوما لحماية البيئة ومحاربة الزحف الصحراوي.